ومن العناوين إلى تفاصيل هذه النشرة، فلقد أصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة البيان الثامن بشأن العملية الشاملة سيناء 2018، والذي تضمن نتائج العمليات، منها استهداف المدفعية ل 68 هدف تمثل مناطق اختباء وأماكن تخزين أسلحة وذخائر العناصر الإرهابية، والقضاء على 3 تكفيريين، واكتشاف وتفجير 28 عبوة ناسفة تمت زراعتها على محاور تحرك قوات المداهمة. واصل أبطال ومقاتلو القوات المسلحة والشرطة تحقيق المهام المخططة للعملية الشاملة سيناء 2018 التي تنفذها قوات مكافحة الإرهاب من الجيشين الثاني والثالث الميدانيين وعناصر من الأفرع الرئيسية والوحدات الخاصة بالتعاون مع المجموعات القتالية والأجهزة الأمنية لوزارة الداخلية، حيث استمرت عمليات التمشيط والمداهمات واسعة المدى بعدد من القرى والمدن والمحاور الرئيسية بشمال ووسط سيناء، واستهداف مناطق اختباء العناصر الإرهابية وأماكن تخزين الأسلحة والذخائر وإحكام الحصار والسيطرة الكاملة بمناطق العمليات لمنع تسرب العناصر الإرهابية. وقد أسفرت العمليات عن تحقيق النجاحات الآتية: تنفيذ القصف المدفعي بنيران المدفعية المركزة لعدد 68 هدفاً تمثل مناطق اختباء وأماكن تخزين أسلحة وذخائر خاصة للعناصر الإرهابية، القبض على 224 فرداً من العناصر الإجرامية والمطلوبين جنائياً والمشتبه بهم، عثر بحوزة بعضهم على أسلحة نارية وكمية من الطلقات، ضبط وتدمير والتحفظ على 10 سيارات دفع رباعي ومن أنواع مختلفة تستخدمها العناصر الإرهابية، وتدمير 22 دراجة نارية بدون لوحات معدنية، تدمير 150 ملجأ عثر بداخلها على كميات كبيرة من مواد الإعاشة الخاصة بالعناصر الإرهابية، قيام العناصر التخصصية من المهندسين العسكريين باكتشاف وتفجير 28 عبوة ناسفة تم زراعتها على محاور تحرك قوات المداهمة. اكتشاف وتدمير 5 مزارع لنبات البانجو والخشخاش المخدر، وضبط أكثر من 2.5 طن من المواد المخدرة المعدة للتداول. وفي إطار تنفيذ القوات البحرية لمهامها المخططة ضمن العملية الشاملة سيناء 2018، تقوم الوحدات البحرية بتأمين المسرح البحري على الاتجاهات الاستراتيجية المختلفة والممرات الملاحية والأهداف الحيوية والاقتصادية بالبحر. واستمرت القوات الجوية في إحكام التأمين والمراقبة الجوية على امتداد الحدود الجنوبية والغربية بالتعاون مع عناصر حرس الحدود والتشكيلات التعبوية لمنع تسلل العناصر الإرهابية وقطع خطوط الإمداد وعمليات تهريب الأسلحة والذخائر إلى البلاد، فيما تواصل المجموعات القتالية المشتركة من القوات المسلحة والشرطة في تنظيم 580 من الدوريات والقولات الأمنية والكمائن بكافة مدن ومحافظات الجمهورية، واستمراراً لتلبية المطالب والاحتياجات التموينية تواصل القوات المسلحة توزيع كميات من السلع والمواد الغذائية لضمان إمداد المواطنين من أهالي شمال ووسط سيناء بكافة الاحتياجات. ويواصل رجال القوات المسلحة والشرطة تنفيذ مهامهم على كافة الاتجاهات الاستراتيجية بكل عزيمة وإصرار لاقتلاع جذور الإرهاب
وحماية أمن مصر القومي.